نشرة الأخبار مع محمد الكبيسي. أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، نبدأها بأبرز العناوين. الانتخابات تتصدر الأولويات، صالح والخنجر يؤكدان أهمية إنجاح العملية الانتخابية ويبحثان تداعيات الأزمة الاقتصادية. تزوير في الفواتير وصك براءة لمهربي الدولار، خروقات جسيمة في مزاد العملة، والقضاء يشن الهجوم الأول. جثث مجهولة وسجون سرية تثيران غضب الأمم المتحدة على السلطات، اكشفوا مصير المغيبين وحاسبوا المتورطين. الكاتيوشات تضرب عصب الدولة وشريان الموازنة، مصافي العراق في مرمى الإرهاب ونزيف النفط يختلط بالدم. أطواق أمنية تحصن الحبوبي وتحمي خيامه، ومتظاهرون ناصرية يدرؤون الفتنة ب13 مطلباً محلياً ومركزياً. البداية من آخر المستجدات السياسية في العراق، حيث أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير متطلبات إنجاح الانتخابات النيابية المقبلة. وبحث صالح والخنجر في لقاء جمعهما في قصر السلام ببغداد الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق، حيث شدد الجانبان على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية، مؤكدين على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية ومعالجة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية. في غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظم الأجهزة الحكومية بتذليل كافة العقبات أمام إجراء الانتخابات المبكرة. شدد الكاظمي خلال زيارته لمقر مفوضية الانتخابات على أهمية إقرار البرلمان لقانون تمويل الانتخابات، فيما اطلع على استعدادات المفوضية لتأمين إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكدا متابعته لإجراء المفوضية لإجراءاتها ولتذليل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية. اليوم جينا في هذه الزيارة مفاجئة للاطلاع على أوضاع المفوضية، وبالخصوص كلنا متفقين على إجراء انتخابات نزيهة عادلة. جينا نطمن الإجراءات أو التحضيرات تقوم بها المفوضية، قمت بجهد طيب تستحقون عليه كل التقدير والاحترام، بظروف استثنائية، بوضع اقتصادي صعب جدا، بإمكانيات متواضعة، ببنى تحتية غير لائقة للمفوضية، أعترف بها، ولكن هذا ما ورثناه وهذا ما نعمل على تدليل كل ظروفه لتوفير ظروف أفضل. نحتاج ناخذ إجراءات سريعة بتدليل كل عقبات فيما يخص سجل الناخبين، تطمين الناس فيما يخص البطاقة الناخب توفيرها لهم بأسرع وقت، تدليل عقبات السيد رئيس المفوضية تكلم عن بعض المشاكل قبل قليل، قلنا نقدم نبيه طلب ونحن نعمل على تدليلها. حبيت أشكركم جزيل الشكر. تحدياتنا ما زالت مستمرة، تاريخ 6/6/2021 ما زال التاريخ هو الهدف مالتنا وإن شاء الله نوصل له. أثناء ذلك، كشفت اللجنة القانونية النيابية أن تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا بانتظار توافق سياسي على تعديل المادة الثالثة من القانون المتعلقة بإكمال نصاب المحكمة. وأضافت القانونية النيابية أن خلافات كبيرة بين القوى السياسية حول قانون المحكمة الاتحادية تعرقل تمريره حتى الآن، مشيرة إلى أن تعديل المادة الثالثة مهم لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها. إذن بعد التصويت على قانون الانتخابات، عاد قانون المحكمة الاتحادية إلى الواجهة مجددا محملا بالخلافات السياسية التي قد تعيق حسمه قريبا، ما يعني تأجيلا محتملا لموعد الانتخابات في حزيران المقبل.
احتمالات إجراء الانتخابات المبكرة تبدو ضعيفة في ظل وجود معرقلات أبرزها ملف المحكمة الاتحادية غير المكتمل بعد أن ازداد عدد الأعضاء الشاغرين فيها إلى 3 وعدم حسم القانون الذي يتيح للمحكمة تعويض أعضائها. غياب عضو واحد أصلا معرقل ومعوق للمسألة، ولهذا على البرلمان وعلى رئاسة البرلمان أن تمضي بهذا القانون مباشرة بعد حسم الجدل حول قانون الانتخابات، أن تمضي مباشرة بمسألة قانون المحكمة الاتحادية، لأنهما أمران لزامان لإجراء انتخابات مبكرة. كما تعلم بدون محكمة اتحادية لن يكون هنالك انتخابات. الخلافات الأخرى التي تواجه قانون المحكمة الاتحادية هي تحديد صفة المرشح الجديد بين أن يكون قاض أم خبيرا في الفقه الإسلامي، فضلا عن الخلافات حول الجهات التي تتولى ترشيح القضاة البدلاء. ضرورة الإسراع الفوري والحتمي بإقرار يا إما تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا أو إقرار القانون أو التشريع الأصلي بناء على نص المادة الدستورية 92. المسؤولية كبيرة جدا، النصاب اختل خللا كبيرا، وتعطيل المؤسسات الدستورية وخصوصا المحكمة الاتحادية العليا يلحق ضررا بالغا. ومن أبرز الإشكاليات التي تعرقل إجراء الانتخابات والمتعلقة بتعطيل المحكمة الاتحادية هي الفترة التي تحتاجها إلى المصادقة على نتائج الانتخابات والبت في الطعون المقدمة لها. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد. في سياق منفصل، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال قانون الموازنة لعام 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها. الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت في بيان لها أن التوجيه صدر لوزارتي المالية والتخطيط لإرسال القانون للمناقشة والتدقيق قبل إرساله إلى البرلمان. بدورها أكدت اللجنة المالية النيابية أن الإنفاق الحكومي على رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل سيكون مختلفا عن موازنة العام الحالي بعد الكشف عن أعداد الموظفين الوهميين ومزدوجي الرواتب. في كردستان، شهدت جلسة برلمان الإقليم فوضى عارمة بعد خلافات بسبب عدم إدراج ملفات النفط ورواتب موظفي الإقليم والعلاقة مع بغداد على جدول أعمال الجلسة. وهدد أعضاء في البرلمان، برلمان الإقليم، بمنع انعقاد الجلسة في حال عدم إدراج ملف الرواتب ضمن جدول الأعمال، فيما نشروا مقاطع مباشرة تظهر حدوث مشادات كلامية بين نواب من مختلف الكتل السياسية، الأمر الذي دفع رئيسة البرلمان رواس فائق إلى إيقاف الجلسة مؤقتا وإدراج الملفات ضمن جدول أعمال الجلسة ومغادرة قاعة البرلمان. في سياق ملفات الفساد، طالب عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي للدعاء العام بتحريك شكوى قضائية ضد نافذة بيع العملة أو ما يعرف بمزاد العملة، متهما إياه بالتسبب بخروج العملة الصعبة من البلاد وإسهامه بالأزمة المالية الراهنة. وجاء في الوثيقة التي حصلت قناة الفلوجة على نسخة منها أن المعلومات حول عدم صحة الفواتير الخاصة بالحوالات أو الاعتمادات الخاصة وردت للجنة المالية النيابية، مبينا أن البنك المركزي لم يقم بواجباته بفرض الغرامات وكشف الوثائق غير الصحيحة المقدمة من قبل الشركات والأشخاص المستفيدين من عملية تحويل العملة عن طريق المصارف الخاصة. وأشرت وثيقة الشكوى عدم تطابق قيمة واردات المالية الجمركية مع قيمة المبالغ المحولة للخارج عن طريق بيع الدولار في نافذة بيع العملة، وعدم قيام البنك المركزي وهيئة الجمارك بتقديم كشف بأسماء المتهربين من هذه الالتزامات. وعلى الفور استجابت رئاسة الادعاء العام للشكوى التي تقدم بها النائب محمد صاحب الدراجي، موجهة المحكمة المختصة للتحقيق في الخروقات التي تشوب عمل مزاد بيع العملة في البنك المركزي. وأثرت وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الادعاء العام توجيها لمحكمة الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية استجابة للكتاب الصادر عن النائب الدراجي
لإجراء التحقيق الأصولي المطلوب. الانتخابات تتصدر الأولويات، صالح والخنجر يؤكدان على أهمية إنجاح العملية الانتخابية ويبحثان تداعيات الأزمة الاقتصادية. عن هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية محمد القيسي. مرحبا بك أستاذ محمد. الكل يشدد على تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات وبالتالي القضاء على السلاح المنفلت. هذا السلاح ضرب آخر شيء في الناصرية وضرب بقوة، عدم القدرة على حصر السلاح بيد الدولة وحماية ساحات التظاهرات يضعنا تحت تساؤل، هل ستستطيع الأجهزة الأمنية حماية صناديق الاقتراع؟ نعم، ابتداء مساء الخير، تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهدي قناة الفلوج الكرماء. أهلا بك. بطبيعة الحال حقيقة أن التطلع إلى إجراء انتخابات في بلد مثل بلدنا العزيز العراق يحتاج إلى جملة من الأمور الموضوعية والذاتية، من جملة هذه الأمور العمل بقوة على تهيئة مستلزمات إنجاح الانتخابات المقبلة، وهذه المستلزمات كبيرة جدا وشائكة ومعقدة في بلد يعاني من أزمات كبيرة ومستمرة من عام 2005 عام تأسيس العملية السياسية في العراق وإلى اليوم. قضايا كثيرة يعني تدفع بنا لضرورة توافرها كمتطلبات مهمة وضرورية لإنجاح عملية انتخابات. أحد أبرز هذه القضايا كما ذكرت حضرتك هو الوضع الأمني والسلاح المنفلت. لا يمكن الإقبال على إجراء انتخابات في بلد مثل بلدنا العزيز العراق وهناك كيانات مسلحة خارج إطار الدولة تسعى بطريقة أو بأخرى لتكون أذرع لجهات سياسية لمصالح خاصة ضيقة على حساب الصالح العام أو نطاق المصلحة العامة للشعب والوطن. هذه حقيقة يعني مخرجات لمدخلات مهمة أيضا أفضت إليها مدخلات معينة، هي أحد أبرز هذه المدخلات في قضية الفساد حقيقة والصمت على الفساد أو عدم القدرة على مجابهة الفساد. أنا أستغرب من بعض السياسيين في بلدنا العزيز يتحدثون عن وجود فساد في أماكن معينة وبنسب كبيرة جدا وما إلى آخره، ولا يقتصر الأمر على أي إجراء فعلي ليبقى فقط في إطار نطاق الكلام. هذا يعني إجراء معيب. ما الذي يبقي السياسي في منصبه لو أنه يعلم بأن هناك فساد ولا يستطيع أن يفعل شيء؟ أنا أرى بأنه المبادئ الرجولة والكرامة والشجاعة تقتضي مغادرة أي منصب لأي إنسان سياسي لا يستطيع أن يقدم فيه أو أن يفعل موقفه ودوره وذاته في المنصب الذي يشغله. كذلك قضية أخرى أنهكت الدولة العراقية طولا وعرضا من عام 2005 إلى اليوم هي قضية الفساد كما ذكرت والتستر على هذا على الفساد. الفساد ينخر كيان الدولة العراقية بشكل كبير بشتى النواحي والمجالات، سياسيا اقتصاديا، هذا الفساد ولها تبعات يضعنا أمام تساؤل سيد محمد أمنيا وحتى نفسيا واجتماعيا على بلدنا العزيز وشعبنا الكريم فيه. توفير الأجواء المناسبة من مهمة من؟ يعني هناك يعني من مصلحة بعض الكتل يبدو إثارة الفوضى والسلاح المنفلت، مسؤولية من أن تقوم بهذه المهام؟ توفير أجواء مناسبة لانتخابات شفافة. نعم، هذا شيء يقع على عاتق الدولة العراقية، يعني على عاتق الحكومة العراقية تحديدا، وعندما أقول الحكومة العراقية بشقيها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أيضا. وحتى أكون كعادتي يعني موضوعي وصريح بالطرح، يحتاج إلى توافقات أيضا ما بين الكتل السياسية، لأنه مهما لكن هناك بعض الكتل تمنع ذلك عن حديث الموضوع وأن نجامل بالقول أنه نعم حقيقة عزيزي الدولة العراقية تسير من عام 2005 وإلى اليوم تسير بالتوافقات السياسية. أي موضوع سواء في البرلمان أو في الجهات التنفيذية لا يمر لا يتم تمريره دون وجود توافق سياسي، ولحد اليوم وأي شخص يتحدث حديث بعيد عن هذا الحديث أنا أعتقد هو يجامل وهو بعيد عن الموضوعية. الجميع يعلم أن الدولة العراقية تدار بطريقة التشاور والاتفاقات أو بين قوسين التوافقات السياسية ما بين مجمل الكتل السياسية. حقيقة كل شيء في العراق يمر عبر التوافقات السياسية وعبر آلية التوافقات، ويعني
التشاركية المصلحية ما بين الجميع، ما بين مجمل الكتل السياسية، وهذه هي النتيجة. الآن وصل العراق إلى مرحلة عاجز فيه عن تقديم رواتب الموظفين فيه. أنا لا أتحدث عن ميزانيات تشغيلية والاستثمار، أنا أتحدث عن حقوق الناس، عن رواتب مواطنين لقاء جهد بذلوه على مستوى خدمة الدولة العراقية. مع ذلك العراقي غيور وكريم، وله قدرة أيضا على أن يواصل دون أن تمس حقوقه. طيب. والتي هي جزء من كرامته. سيد محمد، أنا أقول أن هناك فرق ما بين الدولة والوطن. طيب. الدولة يعني كيان كما تعلم حضرتك قابل للتغيير، وقابل هو إجراءات قانونية في جلو قابل للتغيير، وقابل على سبيل المثال حذف مادة، استحداث، تغيير دستور، تغيير نظام. أما الوطن فهو حقيقة ثابتة. طيب. ومطلقة. يبدو سيد محمد أن التوافقات وكل العراقيين السياسية حقيقة لا تأتي في كل وقت، يعني نعم. التصويت على قانون الانتخابات وإغفال قانون المحكمة الاتحادية، هذا يعني بأن المحكمة ستبقى محيدة عاجزة عن أي قرار أو أي اعتراض على قانون الانتخابات، وبالتالي سيمرر هذا القانون وفق أهواء كتل سياسية معينة، في حين أن المحكمة الاتحادية الآن معطلة بسبب عدم التصويت على قانونها وبسبب عدم اكتمال نصابها. نعم، أحد أهم الإجراءات أو متطلبات إنجاح الانتخابات في الجانب القانوني هو ضرورة وجود المحكمة الاتحادية. لماذا؟ ببساطة لأنها الجهة الوحيدة المخولة بالتصديق على نتائج هذه الانتخابات، والمضي بالانتخابات دون وجود محكمة اتحادية هذا جهد ضائع حقيقة، لأنه لا يمكن أن يتم مصادقة على نتائج انتخابات دون وجود هذه المحكمة. نعم. كذلك حتى أكون أيضا متوائم بالطرح الموضوعي، المضي بإجراء انتخابات مقبلة دون تهيئة مستلزمات إنجاح هذه الانتخابات هذا جهد ضائع، لأنه ببساطة يعني إضاعة نصف مليار دولار على عملية انتخابات هناك استدراك مسبق لها بأنها لن تكون ناجحة، هذا هدر لكيان الدولة حقيقة. ممكن تحويل هذه المبلغ نصف مليار دولار باتجاه آخر خدمي، باتجاه إنساني صحي أفضل من أن نذهب إلى انتخابات مجهول نتائجها ومجهول آلية سيرها. وضحت الفكرة سيد محمد. ناجحة، هل أيضا ستعاد نفس الإشكالات في انتخابات عام 2018، تزوير وسيطرة بعض الكيانات المسلحة وما إلى آخره. وهناك تصريح واضح وصريح على لسان السيد رئيس الوزراء السابق باختصار سيد محمد، قال نعم انتخابات عام 2018 كان فيها نسبة تزوير، لكن كم هذه النسبة هذا ما لا أعلمه. شكرا جزيلا لك. هذا تصريح كافي للإشارة بانتخابات الماضية كانت انتخابات مزورة، وربما المقبلة في جزء كبير منها أيضا القيسي. شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم تهية متطلبات إنجاحه بشكل موضوعي على هذه المداخلة، وعذرا لضيق الوقت. في ملف المغيبين قسرا، أكدت منظمة Human Rights Watch أن نمط الإخفاء القسري وانتشار السجون السرية ما تزال قائمة في العراق، محذرة من استمرار الجهات المتورطة بجرائم الاختفاء القسري بالإفلات من العقاب. وقالت الباحثة في Human Rights Watch بلقيس ويلي في تغريدة على تويتر أن اللجان الأمنية والأممية قلقة من نقص المعلومات الموثوقة بشأن حالات الإخفاء القسري وبشأن العدد الهائل للجثث المجهولة والمقابر الجماعية، فيما اتهمت البرلمان بالتقاعس عن تعديل وإقرار مشروع القانون الذي يجرم الإخفاء القسري والذي ما يزال في أدراج البرلمان منذ سنوات. أممياً أيضاً، أبدت الأمم المتحدة قلقها من مزاعم وجود نحو 420 مكاناً للاحتجاز السري في العراق، فيما دعت السلطات العراقية إلى التحقيق في هذه المزاعم وإغلاق أماكن الاحتجاز السري إن وجدت أو إخضاعها للإشراف الحكومي. اللجنة الأممية المعنية بحالات الإخفاء القسري دعت السلطات العراقية أيضا إلى تجريم الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية، مشددة على تقديم ضمانات بعدم احتجاز أي شخص في مكان سري، داعية بغداد إلى ضرورة الإسراع بمراجعة قانون حماية الأشخاص من الاختفاء بما يتوافق مع القانون الدولي.
بدورهم طالب أهالي المغيبين في الموصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإطلاق سراح أبنائهم المفقودين منذ تحرير المدينة، مؤكدين وجودهم في سجون سرية كانوا قد نقلوا إليها بعد تحريرهم من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. قالوا وتحرروا أكو بيهم واحد بالاتحادية كان يداوم ويا زلمتي، يعني يعرفوا، خلينا نقول يعني يعرفوا، قال توجهي المستشفى العسكري ترى جابه وحررنا معتقلين. توجهت على المستشفى العسكري ما اعطوني خبر، بجت سيارات خلينا نقول مال امريكا، هيك سيارات عسكريه اخذوهم من يوم المطار ومشوا بيهم. من راحوا على بغداد اكو يعني حاسبات بس ما انطوهم يعني عرفه، قالوا اكو حاسبات سريه. حاسبات سريه قالوا هذه بس اللي عنده عرفه قويه يفوت بيها. الا حاسبات سريه يمكن جماعتهم لؤي ام احمد راحوا ولاده، من طلعوا على بغداد فاتوا يمكن عن حاسبات السريه. ايه وعرف سؤال عندهم هسه جواب عندهم. قالوا لهم اي اكو بس ما اكو شلون خلينا نقول سجون سريه. اذا الالام التي سببتها عمليات تغييب اكثر من 1700 مدني من ناحيه الصقلاويه في الانبار لم يكن اذاها معنويا فقط بل ماديا ايضا، فكل مغيب ترك خلفه اطفالا ونساء كان يعيلهم. تفاصيل اوفى في سياق هذا التقرير. اعتقال الآلاف من الأبرياء بتهم واهية من قبل جماعات مسلحة خارجة عن القانون قضية بحاجة إلى إعادة نظر، فهي مؤشر ضعف للحكومة والمسؤولين عن الملفات الأمنية في العراق. بحسب مدنيين أصابهم القنوط وهم ينتظرون عودة معتقليهم القابعين في السجون السرية. احنا والله ولدنا راح مختفى آلاف مؤلفة، وانا جاي احكي عامه مو بس على ابني، عندي ابني علي راح بسيطره الرزازه وجيارينا هنا اربعه خمسه هم راحوا بسيطره الرزازه، يعني هجم من موت شو وقعوا بغير موت، ما ظل لنا غير الله والامم المتحده. ولا العراقيين كل من يقول يا روحي اريد بس الله من الامم المتحده. هسه حتى اللي عند اسرائيل هسه عينه قام يشكلوا له محامي ويبينون لاهله. شنو ذنب هذا الطفل اللي راح؟ شنو ذنب هاي الناس اللي راحت؟ لا ماكله لا شاربه، حلالنا جينا لقناها كلها على القاع. اولادنا عامه مفقودين على الرزازه، يعني لا واحد ولا اثنين، الاف مؤلف. بس نطالب الحكومه عسى والا سوي لنا صوره حل، اذا ما سوينا صوره حل شوفونا والله شار، لان والله تعبنا ملينا، جتنا البهض جتنا القهر، يعني جاي كل ما يجينا رئيس وزراء يجي غيره يبدل يجي يحكي له كلمتين وراح. ويبدو أن حكومة الأنبار المحلية أصابها اليأس هي الأخرى وقررت أن تلتفت إلى معاناة عائلات المغيبين وتمشية معاملاتهم بوصفهم مفقودين يستحقون الرعاية أسوة بأسر ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية. في الآونة الأخيرة حصلنا على عدد من القرارات المهمة والتي من شأنها حقيقة الاهتمام بذوي المفقودين يعني والمغيبين، وبالتالي لهم حقوق أسوة بالشهداء والجرحى، وشكلنا فرق عمل ميدانية وكذلك فرق مع من الدوائر المعنية مؤسسة الشهداء وكذلك التقاعد ولجنة التعويضات والدوائر الأخرى المختصة من أجل إنجاز معاملات هؤلاء المواطنين المستحقين وفق القوانين الجديدة والنافذة. قبل قرابة أربعة أعوام اعتقلت قوة تابعة لأحد الفصائل المسلحة أكثر من 1700 مواطن من أبناء محافظة الأنبار في ناحية الصقلاوية وسيطرة الرزازة، ما زال مصيرهم مجهولا حتى هذه الساعة على الرغم من المناشدات التي أطلقتها عائلاتهم للمطالبة بالكشف عن مصير معتقليهم. من الأنبار باسم الأنباري قناة الفلوجة. ديالى مثخنة الجراح فالأمن فيها حلم يزول عند اليقظة، تلك اللحظة حينما تضرب على يد الجماعات والعصابات الإرهابية، آخرها كانت جريمة اختطاف الشاب طارق كيلان تاركا وراءه أطفالا مذعورين ونساء لم يفارقهم النواح. في وضح النهار وعلى طريق المقدادية بعقوبة يجري طارق كيلان مكالمة أخيرة قبل اختطافه
يخبر فيها أخاه الأكبر منه عن مركبة يستقلها مسلحون مجهولون يقومون بملاحقته، ثم فقد أثره. ويشتغلون بالمنطقة الجيزاني، يودي عمال ويجيب العمال وودى لهم ريوق، وبعد ما ودى الريوق وإجا عرضت هاي السيارة، اتصل بأخوه كبير بارق قال له سيارة ضايقتني وراح يخطفوني اسرع لي. ورأسا بارق اجى عليه هو وعقيد ركن مهند ابو مجهز مكافحة الارهاب، جو للحادث لقوا بس السيارة ما لقوا اي شغل، ابني ما لقوا. يعمل طارق في اعمال الانشاءات والبناء، يعيل اسرة كبيرة هم والده واطفاله الخمسة، معروف بين أقاربه وأصدقائه بطيب المعشر وبعده عن المشاكل والخلافات، إلا أن ذلك لم يشفع له لدى الخاطفين الذين يثبتون بأفعالهم هذه فقدان سيطرة الأمنية عليهم، إذ تمت جريمة الخطف في منطقة مؤمنة بشكل كامل وتشهد استقرارا منذ أشهر. مناشدتي إلى المحافظ، إلى السيد المحافظ الحاج مثنى التميم المحترم، والسيد قائد الشرطة المحترم، والسيد مدير استخبارات السيد علي السودان المحترم، بأنه يرجعون هذا الشخص قدر المستطاع بجهودهم. وصار أكثر من سنة ونص هذا القاطع جيد جدا، وقلنا خلصنا من الخطف وعمليات الابتزاز والخطف. أبناء المختطف وذووه ليس بيدهم حيلة سوى طلبهم من رئيس الوزراء ومحافظ ديالى أن يتدخل شخصيا لكشف مصير طارق وإرجاعه إليهم، فهل سيستجيبان؟ خطفه حول هذا الموضوع ينضم إلينا عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور أنس العزاوي. دكتور أنس مرحبا بك. إلى أي مدى يسهم دخول الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش على خط أزمة الاختطاف والتغييب؟ يعني الأمم المتحدة تقول أكثر من 420 مكانا سريا للاحتجاز، تدعو الحكومة للتحقيق في ذلك. تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الفلوجة. نعم، هناك توجه أممي وهناك اهتمام أممي فعليا بملف المغيبين، وهناك ضغط دولي باتجاه غلق هذا الملف وبالتالي يعني وضع الأمور في نصابها. قد يكون التقرير الهيومن رايتس ووتش غير دقيق فعليا، كون الحكومة العراقية هي المقصرة بإرسال مسودة قانون حماية جميع الأشخاص من اختفاء القسري، باعتبار أنه هذا التزام على الحكومة العراقية بعد دخول الدولة العراقية طرفا في الاتفاقية الدولية، خاصة بعد صدور قانون رقم 17 سنة 2010 ومصادقة رئاسة الجمهورية عليه، وبالتالي لا زال هذا القانون في أدراج الحكومة وليس البرلمان العراقي. بالعكس، البرلمان العراقي يعني ساعد وساهم في تسريع تقديم القانون للقراءة الأولى رغم اعتراض الحكومة المركزية على ذلك، ويعني الأسابيع القادمة نتأمل أن يعرض على القراءة الثانية وهو مدرج في جدول أعمال. هذا أول تصحيح لما يعني تقرير هيومن رايتس ووتش. أما فيما يتعلق بال 420 موقع للسجون السرية وغيره، يعني بالدولة العراقية فقط وأؤكد فقط وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسجلة فعليا السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز، وبالإضافة إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. هذا مسجل بشكل رسمي دكتور أنس، هذا ما هو مسجل بشكل رسمي. هل لديكم إحصائيات؟ أما الغير رسمي فهذه نعم. هل لديكم إحصائيات ربما عن عدد ما يدعى بوجودها؟ هذه أثيرت أكثر من مرة، سواء كان من تقارير دولية سواء كان هيومن رايتس ووتش أو غيرها وغيرها وغيرها، وتابعنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا ذكرت في بعض تقاريرها، وتابعنا فعليا مع الحكومة الاتحادية وفي جميع المحافظات، سواء كان محافظات التي كانت يعني خاضعة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي أو باقي المحافظات، وجميع هذه المواقف أو المراكز الاحتجاز مثبتة لدينا ومتابعة فعليا بشكل كبير. لكن هناك حاجة إلى توحيد قواعد البيانات الخاصة بالمعتقلين والمختطفين والمغيبين لتعدد الأجهزة الأمنية وتعدد مراكز
الاحتجاز، وبالتالي هذا قد يوحي أن هناك مراكز سرية للاحتجاز، لكن فعليا غياب قاعدة معلومات وطنية هو ما يعيق الوصول إلى مصير الكثير من المعتقلين أو المختطفين أو المغيبين. من مسؤولية من أن تقوم بجمع وتوحيد هذه المعلومات؟ مسؤولية الحكومة الاتحادية، وحتى بالتقرير الأخير للجنة المعنية بالاختفاء القسري التي قدمت فعليا تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا أرسلت تقريرها للحكومة العراقية، أشارت فعليا رغم التطور المحرز من قبل الحكومة العراقية في التعاون والتعامل مع اللجنة الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكن أشرت أن هناك قصور في دور الحكومة في توحيد قاعدة البيانات أو إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع حالات الاختفاء القسري. طيب، ألا تشكلون ضغطا ربما على هذه الجهة التي ذكرتها من أجل إسراع بتوحيد هذه البيانات، من أجل الكشف فعليا عن عدد المختطفين والمغيبين، كدوركم جهة رقابية أو جهة ترصد هذا الموضوع بشكل مستمر؟ فعليا كمؤسسة وطنية وفق قانوننا رقم 53 سنة 2008، نعم يعني تابعنا مع الحكومة العراقية، سواء كان حكومة السيد العبادي أو عادل عبد المهدي وحتى السيد الكاظمي في لقائنا الأخير في 30 في يوم المغيب العالمي، يوم 30 آب 2020، وأبلغناه فعليا بضرورة حسم هذا الملف، وسلمناه نسخة من مسودة القانون المقترح لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الموجود حاليا في مجلس النواب العراقي، والذي سيعرض للقراءة الثانية بعد استكمال كل الملاحظات من جميع الشركاء الدوليين، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، رئاسة الادعاء العام، ونقابة المحامين، والمنظمات الدولية ومنظمة الهارتلاند الدولية، وأصبح جاهزا. وبالتالي ضغطنا على الحكومة العراقية وحتى على مجلس الدولة بضرورة الإسراع بإرسال مسودة القانون الحكومية الموجودة في مجلس الدولة منذ 2013 حسب ما يعني حسب ما ذكر أو حسب ما أرسل لنا رسميا بكتاب رسمي، ومع الأسف لحد الآن لم يفعل. وبالتالي ضغطنا بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان النيابية ورئاسة البرلمان العراقي للدفع باتجاه قراءة تشريع قانون وطني لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كجزء من إلزام الحكومة، الالتزام الدولة العراقية، ومحاولة منا لضمان جبر الضرر لضحايا عمليات التغييب والاختطاف. شكرا لك دكتور أنس العزاوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية. في صلاح الدين، أعلنت مصافي الشمال السيطرة على حريق كبير اندلع في مصفى صينية في قضاء بيجي بعد تعرضه لقصف بصاروخي كاتيوشا الأحد. وأعلنت مصافي الشمال أن حريقا كبيرا اندلع بمصفى صينية ببيجي بعد تعرضه لصاروخي كاتيوشا انطلقا من مقتربات طريق الصينية الحديثة، مؤكدة السيطرة على الحريق من دون خسائر بشرية. هذا وأظهر مقطع مصور لحظة سقوط صاروخ كاتيوشا داخل مصفى صينية في بيجي، ووثقت كاميرات المراقبة لحظة استهداف أنابيب نقل النفط بواسطة صاروخ كاتيوشا ومن ثم اندلاع الحريق داخل المصفى. إذن ضرب عصب الدولة وشريان الموازنة بصاروخي كاتيوشا يمثل تحولا خطيرا في مسار الخروقات الأمنية التي لن تقتصر تداعياتها على الجانب الأمني فقط، بل قد تهدد بنية الاقتصاد العراقي. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. تستمر الخروقات الأمنية من قبل تنظيم داعش الإرهابي
الذي يسعى لإثبات وجوده من جديد من خلال استهداف المواقع الحيوية، والتي كان آخرها استهداف مصفى الصينية ببيجي في تكتيك لاستهداف عصب الدولة. الأمن حقيقة لا يبدأ بقضية اليوم تنقلات الضباط والمواقع العسكرية، لا، الأمن يبدأ حقيقة في رئيس الوزراء واجتماعاته الأخيرة، أن يكون هنالك أمن مستبد من جنوب العراق إلى شماله ومن فراته إلى غيره. ولذلك نرى اليوم استهدافات كثيرة، هذه الاستهدافات حقيقة ترض مرة منها بعد ما يسمى بخروج داعش، لا، هنالك حواضن موجودة لا يزال. يأتي الاستهداف الأخير لمصفى الصينية في وقت يعاني فيه الاقتصاد العراقي من ضعف بالسيولة وانخفاض بأسعار النفط، ما فاقم من أزمة الرواتب في البلاد. يعني حقيقة هذه الضربات طبعا هي تستهدف أمن الدولة وبشكل كبير، واليوم هذه الضربات الأخيرة لمصفى بيجي هي تستهدف أيضا ضرب الاقتصاد العراقي، وبالتالي هي تهديد اليوم، تهديد لأمن الوطن والمواطن. فلذلك يجب أن تكون هنالك ضربات وهجمات استباقية من قبل الحكومة. استمرار هذه الخروقات يؤشر خللا أمنيا في التعامل مع فلول التنظيم الإرهابي، وفقا لما يؤشره مراقبون، في وقت يحتم على الحكومة والأجهزة الأمنية تكثيف العمليات الاستباقية مستعينة بالجهد الاستخباري للإطاحة بالخلايا الإرهابية. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. ينضم إلينا الخبير الأمني الأستاذ أعياد الطوفان. مرحبا بك أستاذ أعياد. يعني داعش تبنى هجوم أمس، هل يؤشر ذلك على أن داعش يستخدم أسلوبا جديدا في هجومه على الدولة العراقية وضربه لاقتصادها؟ تحية لك أستاذ محمد، تحية لمشاهدي قناتكم الكرام. قصف مصفى الصينية أنا أعتبره تطور نوعي واستراتيجي مهم لأسباب كثيرة. أولا، تنظيم داعش عندما سيطر على مدينة البيجي من عام 2004 لحد عام 2014 لم يفكر أبدا بقصف أو ضرب مصافي بيجي المهمة، والتي كانت تعمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة، وكانت قنبرة هاون 60 ملم هي كفيلة بجعل هذا وتحويل المصفى جميعا إلى ركام. هذا أولا. بال 2014 عندما سيطر الدواعش وخرجوا من البيجي منكسرين مدحورين، المصفى كان يعمل بطاقة 90%، الضرر كان فيه لمدة 10%. هذا، لكن التطور النوعي هو قصف هذا المصفى مال بيجي، رغم أنهم قاموا بعمليات قتل كثيرة للموظفين وعمليات اغتيال وعمليات خطف بسيارات مفخخة إلى آخره إلى الموظفين، وقصف منطقة 600 دار التابعة للمصفى، لكنهم لم يفكروا بالتدمير إلا قبل 4 أيام عندما أصدر زعيمهم البغدادي رسالته إليهم، والتي كانت من كثيرة من النقاط، منها طلب يعني الجماعات بكسر السجون خصوصا باكستان وكازاخستان بعد أن رحب بانضمام الكثيرين منهم، وطالب أيضا بكسر سجون وتحريرها في العراق. والنقطة الثالثة والمهمة التي أشار لها زعيمهم المجرم بأنهم يجب أن يستهدفوا مصادر الطاقة الكهربائية وأيضا الخطوط الناقلة لها والمنشآت النفطية، وهذا الذي تم فعلا. نعم. التطور الثاني المهم والنوعي هو استخدام الدواعش إلى صواريخ الكاتيوشا. الدواعش في قمة ذروة وذروة صعودهم وسيطرتهم على المحافظات الثلاثة، استخدموا صاروخ الكاتيوشا استخدامات محدودة. الآن استخدم مرتين، المرة الأولى عندما تم قصف قرية المسحق بعد يوم من عملية اغتيال الشهداء 9 10 الذين استشهدوا من أهالي عمامنا المسحق. الآن أعيد أيضا هذا الرمي، وهذا يدل على تطور نوعي بنوعية التسليح. مقابل هذا التطور الذي تتحدث عنه الكاتيوشا سيد أعياد التي تستخدمها الفصائل المسلحة، يعني مقابل هذا التطور الذي تحدثت عنه، لماذا آليات ملاحقة داعش لا تزال
كما يصفها الشارع بدائية بعد كل هجوم لداعش تقوم القوات الأمنية بحملة يراها الشارع غير مجدية، لماذا لا يوجد هناك مثلا ضربات استباقية لأجل السيطرة على الموقف؟ أستاذ محمد، أنا قلتها وأقولها للمرة الأخيرة، الجيش يعاني من هواية نقاط ضعف، لكن نقطتين مهمة اللي هي التنظيم والانفتاح، انفتاح القطاعات. نعم. لنبدأ بآخر عمليتين، العملية اللي حثت بمنطقة المسحق والزوية، يعني أنت تترك سلسلة جبال خانوقة وجبل المكحول وتلزم على شكل رباية ضعيفة الطريق الساحلي بقرب الماء من منطقة جبل خانوقة قرية النمل إلى الزوية وإلى المسحق وصولا إلى قرية السادة بين قوسين شعبيا كما تسمى قرية المصلخة ثم مصفى بيجي. أنت لازم فقط الطريق العادي بنقاط هنا وهناك نقاط ضعيفة، لكن أنت تارك هاي سلسلة الجبلين. كل ما قمنا بعمليات كبيرة لا تؤمن أول مبدأ من مبادئها المباغتة، يعني عملية المسحق قبل 10 أيام جميع الناس أطفال كبار صغار نساء رجال الجميع يعلم بأن هناك عملية سوف تتم. صحيح. وبالفعل قامت الفرقة 14 والفرقة 9 وشرطة المحافظة صلاح الدين المحلية وأيضا الحشد العشائري والحشد الشعبي على مدار 5 أيام فتشوا لم يجدوا أحدا. نعم. ثاني يوم تمت هذه العملية وفي يوم انسحابهم وضحت الفكرة. نزلوا الدواعش من جبل مكحول وهاجموا قرية المصلخة أو كما تسمى شعبيا وقرية السادة وصلخوهم، أخذوا مواد التموين وأخذوا الأغطية والأفرشة. نعم. وصعدوا. وضحت الفكرة إلى سيد جبار ثانية. شكرا هل جزيلا من لك. المعقول هذه العمليات تتكرر مئات المرات بنفس المكان؟ إذن هناك خلل كبير. نعم. في منظومة القيادة والسيطرة. هذا الخلل المشخص من قبلكم ومن قبل الكثير من المحللين والخبراء الأمنيين، يجب على القيادات الأمنية أن تأخذ برأيكم من أجل ضبط هذا الملف بشكل أكبر. شكرا لك الخبير الأمني الأستاذ عياد الطوفان على هذه المداخلة. في ذقار، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن عمليات سومر بدأت بعملية انتشار في مدينة الناصرية بعد وصول تعزيزات أمنية من العاصمة بغداد. الخلية أوضحت في بيان أن التعزيزات الأمنية تضم اللواء 37 من الجيش ولواء المهمات الخاصة من الشرطة الاتحادية، مبينة أن قدوم هذه القوات يأتي لغرض فرض القانون وتعزيز الأمن وحماية المواطنين. وعلى الفور باشرت قيادة عمليات سومر بنشر 3 أطواق أمنية حول ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية. عمليات سومر أكدت أن الأطواق تأتي ضمن خطة لحماية المتظاهرين ولمنع تكرار عمليات الهجوم عليهم، فيما بيّنت أن الطوق الأول يضم منتسبين يحملون الهروات فقط، أما الطوقان الآخران فإنهما يضمان عناصر أمنية مسلحة منعا لأي هجوم على الساحة. في المقابل، قدم متظاهرو ساحة الحبوبي مجموعة من المطالب المحلية والمركزية لفريق إدارة الأزمة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم العرجي، وتضمنت مطالب متظاهري الحبوبي 13 بندا أبرزها حماية مداخل ساحة الحبوبي وعدم التفاوض بشأن رفع الخيام من الساحة ومحاسبة من تسبب بأحداث يوم 27 من تشرين الثاني الحالي، إضافة إلى إقالة الحكومة المحلية والكشف عن مصير الناشط سجاد العراقي. وطالب المتظاهرون بإبعاد الأحزاب السياسية عن المؤسسات الأمنية وإسقاط التهم الكيدية عن المتظاهرين السلميين. الأخبار مستمرة.
في ديالى قدمت عشيرة السادة السوامرة درع الإبداع والتميز للأمين العام للمشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر تقديرا لجهوده في دعم النازحين والمهجرين وفي كافة المفاصل في المناطق المحررة. جاء ذلك خلال استقبال مكتب المشروع العربي في ديالى وفدا من عشيرة السوامرة، حيث أعربوا عن امتنانهم وشكرهم لجهود الشيخ الخنجر، فيما بحث الحاضرون أيضا الوضع الأمني والخدمي في ديالى وأبرز المشاكل التي تواجه أهالي المحافظة، فضلا عن الاستعداد للانتخابات المبكرة المقبلة. تم استقبال وفد من عشيرة السوامرة في مكتب المشروع العربي، وذلك لتقديم درع الإبداع والتميز للشيخ خميس الخنجر. هذه العشيرة أرادت أن تكون يعني تقدم فرشية للشيخ خميس الخنجر بمناسبة يعني وضع الشيخ دائما داعم للنازحين ودائم للفقراء والمساكين ودائم للإغاثة، فهم يحبون يشتغلون مع المشروع العربي. باسمي وباسم السادة السوامرة في محافظة ديالى نقدم درع للشيخ خميس الخنجر لجهود المبذولة بدعم النازحين والمهجرين في محافظات العراق كافة بصفتي ابن العراق. هو اسمي وباسم شيوخ السادة السوامرة زرنا مكتب السيد خميس الخنجر بحضور السيد حسين الجبوري، قدمنا له معاناتنا وما تحتاجه المحافظة من دعم مادي ومعنوي. في الأنبار أجرى مدير عام الخدمة العسكرية في وزارة الجيوش الفرنسية جاك مونتكس زيارة إلى المحافظة، بحث فيها مع مسؤولي الأنبار مشاريع توفير فرص العمل للعاطلين ضمن شريحة الشباب. مسؤول الأنبار أكدوا المضي بمشاريع تأهيل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل عبر الاستفادة من النموذج الفرنسي المسمى بالمراكز العسكرية للتدريب المهني ولتطبيقه في محافظتهم. اليوم الحقيقة يستهدفون من خلال المنظمات الدولية وأيضا السفارة ودعم الشرائح المجتمع بشكل عام، هناك كثير من المشاريع المهمة والبرامج المهمة التي من شأنها أن تعزز حقيقة الوضع الاقتصادي في المحافظة، دعم العاطلين، تشغيل العاطلين، وكثير من البرامج من خلال أيضا تحشقها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة التخطيط مع الفعاليات أو المؤسسات الحكومية الموجودة في المحافظة. مع شركائنا الفرنسيين نحاول نعيد تأهيل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، ونحاول نستفيد من النموذج الفرنسي اللي هو مسمى المراكز العسكرية للتدريب المهني، ونحاول نطبق هذا النموذج في العراق إلى أكثر قدر ممكن. في نينوى طالب موظفو العقود في دائرة مياه نينوى الحكومة بالاستمرار في صرف رواتبهم أسوة بالموظفين في بقية المحافظات وتثبيتهم على الملاك الدائم. جاء كتاب التخصيص من وزارة المالية. كتاب التخصيص هذا يشمل محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار. استلموا العقود راتبهم مال 9 أشهر دفعة واحدة، لكن اللي تفاجأنا به أنه صلاح الدين والأنبار استمروا يستلمون رواتبهم، وهاي 3 أشهر دخلت ونينوى دائرة ما نينوى بلا رواتب العقود، وهم عقود وزارية وقعوا على عقود وزارية، بقى بس التخصيص المالي، والتخصيص المالي هذا الكتاب جاء مالهم، لكن الفلوس وين راحت ما نعرف. اليوم العقود في دائرة ما نينوى يشكلون تقريبا ما يقارب 60% من الملاك الكلي لمديرية ماء نينوى. نطالب أيضا من السيد مصطفى الكاظمي ومن السيد رئيس الوزراء بإنهاء هذا الملف، وهو تثبيت العقود وهو التثبيت وتطبيق قرارات 315 مع درجات الحذف والاستحذاف. 4 حكومات أو 5 حكومات لحد الآن لم تأتي حكومة تمتلك جرأة لتطبيق هذا القرار وإنصاف شريحة تعداده 450,000 فما فوق. إذن الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش أعادت فتح ملف السجون السرية والجثث المجهولة، فهل يؤدي ذلك إلى الضغط على الحكومة من أجل حل هذا الموضوع؟ إلى العناوين. الانتخابات تتصدر الأولويات، صالح والخنجر يؤكدان أهمية إنجاح العملية الانتخابية ويبحثان تداعيات الأزمة الاقتصادية. تزوير في الفواتير وصك براءة لمهربي الدولار، خروقات جسيمة في مزاد العملة، والقضاء يشن الهجوم الأول.
جثث مجهولة وسجون سرية تثيران غضب الأمم المتحدة على السلطات. اكشفوا مصير المغيبين وحاسبوا المتورطين. الكاتيوشات تضرب عصب الدولة وشريان الموازنة. مصافي العراق في مرمى الإرهاب ونزيف النفط يختلط بالدم. أطواق أمنية تحصن الحبوبي وتحمي خيامه. ومتظاهرون ناصرية يدرؤون الفتنة ب13 مطلبا محليا ومركزيا. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار. كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك، تويتر ويوتيوب. إلى اللقاء. We'll be right back.